بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة من امبارح للنهاردة وأشياء كثيرة جدا جدا بتحدث. احنا بنسيب حضراتكم الساعة واحدة ولا واحدة ونص، واحدة بالليل امبارح سيبنا حضراتكم، من امبارح لغاية النهاردة أشياء كثيرة جدا جدا حدثت فيما أو بسبب قرارات أخذها النادي الأهلي، سبب قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اللي خدها 8 قرارات أخذها مجلس إدارة النادي الأهلي زي امبارح زي ما حضراتكم عارفين. وهذه القرارات خلت الناس كلها كالعادة عمالين يدوروا هو في إيه، إيه اللي بيحصل، إيه اللي عايزين نشوفه، النادي الأهلي بيقول كده ليه، النادي الأهلي بيعمل كده ليه. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح وأنا بتكلم إن هتلاقوا الردود بتتوالى واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، الناس كلها بترد على الثمان قرارات اللي خدها النادي الأهلي في اجتماع مجلس إدارته الأخير. لكن الحقيقة أنا استوقفني حاجات كتيرة جدا، أولها أول هذه الأمور إن في ناس وللأسف إن هم مسؤولين في اتحاد كرة القدم، في ناس للأسف إن هم مسؤولين في اتحاد كرة القدم بيحاولوا يعملوا أي حاجة تبقى فيها فجوة. يعني إيه فجوة؟ يعني تبعد النادي الأهلي أو مجلس إدارته عن بقية الأمور أو عن الجمهور مثلا أو عن المؤسسات الأمنية مثلا أو عن أي شيء آخر مثلا. الناس دي وهي بتتكلم في تصريحاتها، وللأسف الشديد إن هم مسؤولين، للأسف الشديد إن الناس دي مسؤولة في اتحاد كرة القدم، بتحاول بكل الطرق. أنا مش فاهم ليه الحقيقة، يعني أنا وأنا قاعد بتفرج على الفيديو امبارح والنهاردة طول النهار مش فاهم ليه الناس دي بتحاول تعمل أو بتحاول توصل للناس أشياء هي ليست صحيحة، هي ليست صحيحة بالمرة. وانا بتكلم مع حضراتكم امبارح قلت لكم ايه، قلت لكم ان عندما يتخذ مجلس اداره النادي الاهلي اي قرارات بتبقى بسبب حاجتين او في صالح حاجتين، المصلحه العليا باسم البلد اللي هي مصر واسم النادي الاهلي. بعد كده اول حاجه بتدور في تفكير اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي هي مصلحه البلد اولا، وبعد كده بتتكلم في مصلحه النادي الاهلي، لان ده شيء طبيعي، شيء طبيعي ان احنا عايشين في هذا البلد، شفنا خير هذا البلد، وبالتالي دايما الاهم بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي ان هو ينظر للمصلحه العليا للبلد. الناس بقى وهي بتتكلم بتقول ايه، تقول لك، وهي ردود افعال غريبه الحقيقه، ردود افعال غريبه. وانا حابب ان انا اوضح هم مين، الاستاذ احمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد كره القدم وعضو مجلس الاداره، وكابتن سيف زاهر. الحقيقه الاثنين ناس محترمه جدا ولهم كل التقدير وكل الاحترام، ولكن للاسف الشديد هناك امور يجب ان تتكلم فيها بوضوح، يجب ان تتكلم فيها بمنتهى الوضوح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما تقول ان الاجتماع اللي احنا عملناه يوم الاربعاء هو اجتماع تنسيقي وحضرتك متحدث رسمي باسم اتحاد كره القدم، يبقى يجب ان يكون الاجتماع ده تنسيقي وليس رسمي. في النهايه بتطلع ان حضرتك الكلام اللي انت قلته ده كلام مش مظبوط، وان الاجتماع ده طلع اجتماع رسمي 100% بدليل ان الاهلي، النادي الاهلي ومجلس ادارته بيرسل شكوى ضد رئيس الزمالك للكاف ويسلم شكوى رسميه ضد اتحاد كره القدم للجنه الاولمبيه، والاهلي ايضا بيطلب من اتحاد كره القدم تحديد الملاعب البديله في الدوري. وبالتالي لما حضرتك تطلع تتكلم لازم تتكلم بالمعلومات اللي عندك، اذا ما كانش عندك معلومات فمن فضل حضرتك ما ينفعش تطلع تتكلم مع 70 80 مليون واحد مستنيين حضرتك هتقول ايه، اللي هم جمهور النادي الاهلي مستنيين حضرتك هتقول ايه.